الله. لا هو أنا ما قد لحنت حقيقة لأحد أصوات إلا قليلة جدا من السعودية. محمد عمر. نعم. كما علي عبد الكريم غنى لي برضو لحن بس ما طلع ما ما ما, ما طلعنا. طلعنا الضح أيضا. ما طلعنا. أستاذ طلال مدح طبعا بالنسبة لأرض الرسالات والبطولات. نعم لحنت له آخر. خليني أدخل عليك مداخلة بسيطة. إصرارك أنت الآن على عدم غنائك من ألحان طلال مداح، أنت كسبت الجولة يعني مع الأستاذ طلال مداح مع رفيق الدرب وغنى من ألحانك، لكن إلى الآن لم تغني من ألحان طلال. ما أنا قلت يعني قلت في نفس الوقت يعني ذيك الليلة ليلة تغنينا أرض الرسالات والبطولات لازم الأستاذ طلال مداح أيضا كملحن له باع طويل في هذا المجال. طيب. لازم أنه يعني يخرج لنا لحن ألحان الجنادرية بحول الله. ويشترك فيه إن شاء الله. قصدك أنه يكون لحن يعني مشابه مثلا لحن الأرض الرسالة مثلا ما يمكن يكون عاطفي مثلا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ يعني أي عمل فني. هذا أي. طب هل تعتقد أنه فعلا طلال مداح لازال قادرا على العطاء؟ طلال مداح طبعا يظل يعني لأن هذه ما هي حرفة يدوية تتوقف بتوقف مثلا يعني عضو فني عضو متحرك من هذا بالعكس الصوت بصمة لا تنتهي إلا يعني عندما ينتهي الإنسان. يعني أقصد كألحان كعطاء لحني مثلا. نعم لا زال من الملحنين اللي إذا أراد أن يلحن حقيقة يستطيع أن يلحن. نعم أبو عبد الرحمن رأيك في موقف الفنان طلال مداح الآن من الأغنية الخليجية خصوصا هذه الكثرة للفنانين والمطربين، نظرتك أنت موقف طلال؟ والله طلال يعني حقيقة هو شخصيته معروفة بالنسبة للناس بأنه هو جامل وفي نفس الوقت قد أحيانا تختلط عليه بعض الأمور ما يقدر يفنط مضبوط فأنا أحسد هذا الفنان على أنه بكل سلبياته وإيجابياته الناس بتحبه ومتقبلة منه كل شيء حتى زملاء كلنا إحنا حقيقة يعني نتقبل منه أي شيء.